السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعينا الأفاضل في كل مكان، وحييكم من سوريا من موقف البقارة سوق العلافة. اليوم 27 نيسان 2024، احنا بريبج الدلال أو مركز أعلاف أبو أحمد البجاري، نتعرف على وضع السوق والأعلاف بشكل عام. خليكم معنا حتى نشوف أسعار الكمون وموسم الكمون وبعض أصناف طبعا مثلا يعني اليانسون، الكزبرة، الاسعار. وطبعا موسم الكمون بلش والعالم حصدت يعني، وان شاء الله يكون الانتاج جيد. نشوف وضع السوق وسوق الاعلاف اليوم، الحركه، الحنطه، الخبز، الشعير. خلونا نتابع معكم بشكل عام. السلام عليكم ابو احمد، تحياتي لك. انا بغزل الله. شلون السوق ابو احمد؟ على راسي ابو احمد، تحياتي لك. والله السوق بالنسبه للحنطه بيركود عن سعر الاربعاء. بيركود؟ ايه بيركود. الاربعاء ايش قد انباعت ابو احمد؟ بما انه ما صورنا. 4 و400 الاربعاء اليوم؟ ايه الحنطه اليوم دفع بها 4 ولسه ما بعنا. 4 ما بعت. توهم تاجوا. توهم تاجوا. ايه. طيب. الشعير بعناه ب 3000. 3000. الخاله بعناها ب 1650. نعم. ايه. الخبز؟ الخبز ما عندنا خبز. تماما. شلون موسم الكمون ابو احمد؟ والله موسم الكمون حسب المعلومات يعني، المعلومات يقولون وسط. وسط؟ ايه زين زين. ايه زين يعني. قال يقولون باع ب 98. والله ما اعرف السعر، انا ما اعرف. تمام. واحنا مجبرين ان شاء الله على موسم الله. موسم حصاد الشعير ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وتعالى. يعني ان شاء الله الله يكمل على خير. بالخير ويستر على الاحداث. امين يا رب العالمين. فان شاء الله راح يكون الموسم يتحرك بالنسبه لشراء الشعير والحنطه والامور هاي. تماما ابو احمد، الله يجزاك خير ابو احمد على راسي. هاي الاسعار اخواني اليوم في سوق البقر، سوق الاعلاف. الحنطه بها ركود اليوم يعني، ولكن اسعارها جيده. 4 و400 4 و400 4 و300. اما لسه يعني البيع قليل يعني. طبعا اخواني بالنسبه لاسعار الاكياس، بما انه احنا على موسم الحصاد. عم ابو جاسم، زين لقطناك هنا، تحياتي لك. شلونك ابو جاسم الغالي؟ انت بما انه تعرف باسعار الاكياس الفاضيه، شنو سعر الكيس الفاضي اليوم؟ والله اليوم على 18 سنة تقريبا. 18 سنت يعني ايش قد سوري؟ ارخص منك والله. يبقى 3000 سوري؟ اقل شوي. اقل من 3000 سوري. اخواني اسعار الاكياس كما ذكر ابو جاسم 18 سنت. طبعا الاسعار اخواني تختلف من مكان الى مكان. بناس تبيع ب 20 سنت، بناس تبيع ب 18، بناس تبيع ب 19 سنت. طبعا مو حسب الكيس، الكياس تقريبا كلها نفس الشيء، ولكن حسب اللي يبيع وحسب الكمية. هاي اسعار الاكياس. طبعا الكيس ياخذ 100 كيلو، حتى الاخوه اللي يسالوننا، الكيس ياخذ 100 كيلو وزن حنطه. نعم ياخذ 100 كيلو. هاي اسعار الاكياس، وان شاء الله موسم الكمون جيد كما ذكرونا الاخوه. ان شاء الله موسم الكمون جيد، وتحدثهم عن موسم عن الكمون التركي. جاد يقولون الكمون التركي السنه طيب جدا، واثبت وجوده احسن من الكمون السوري. الكمون التركي مقاوم جدا وانتاجه حيل كويس. تحياتي لكم من سوق البقار، سوق الاعلاف، جنوب الحسكه. اخوكم ابو غزال البجاري. كمل اخواني مع ابو علي، شوف وضع سوق الاعلاف اليوم واسعار الصوف. يا ابو علي شوف الحنطه. شلونك ابو علي؟ حياك الله والله. شلونك ابو علي، اخبارك؟ حياك ابو غزال. شلون السوق ابو علي اليوم؟ والله السوق داقر اليوم. داقر. شنو اسعار اليوم الحنطه؟ شو قد انباعت؟ والله حنطه ما حساب اليوم. شنو اسعار الشتاء تطلبون عليها؟ والله طلبنا 42 وما حد دفع. 4200 وما حد دفع شيء. طيب الخبز ابو علي؟ الخبز صار 1400 وما بعناه. 1400 ما بعت. 1600 البيع. طيب اسعار الصوف اليوم؟ الصوف 1000. 1000 البيع ولا مشترى؟ لا لا نشتري ب 1000. تشترون ب 1000. طيب الخاله؟ الخاله 17. مليون و700. طيب الشعير؟ 29 تقريبا. مليون و900؟ مليون و900. ايوه. ليش السوق داقر اليوم؟ والله واجف ما اليوم كله واجف، من وقف اول الدير كله واجف. طيب ابو علي، انت يجوز لك خبره، شنو اسعار الكمون؟ كانه موسم الكمون بلش. الكمون والله تفرج البارحه يعني على النشره، دي نشره ب 98 الكيلو؟ ايه 98 سوري. ايه سوري. مو زين؟ زين. زين، طيب اسعار الكمون وين قاعد ينباع؟ يعني مثل منو قاعد ياخذ يعني تخزين ياخذونه؟ والله يا انه هذا وقت اشتريته يعني؟ كزبره ب 15. 15 شنو؟ 15000. 15000 الكزبره انباعت يعني؟ اليانسون التسعير البارحه. تمام انطينا النشره. ايه اليانسون 23. 23
ألف بالكيلة وجد نحكي بالليرة السورية والسوس وكمان حبة البركة زي. حبة البركة 28,000. طيب أبو علي أسأل كمون بلش موسمو العالم حصدت يعني حصدت طيب ليش جات حصد وخضر أنا ما أفهم بيه زيادة يعني هو خلص هذا مني يصير خلص أيوة هذا هو أيوة شو يسوون بس كامل يعني كانوا يشرون وبتشولوا يشرون أيوة ما من هارين ثلاثة يطبون وخلص أيوة أو حصادة أو حصادة ما قليل ما جاء أحد أحد يحصد حصاد يعني حصادة يعني يحصدونه باليد يعني مو باليد باليد بس أيوة. قصدي على أبو علي أنت شلون شفت لنا تقريبا يعني بتقييمك شلون موسم الكمون السنة والله موسم زاد مو هالحيل ترى الإنتاج مو هالحيل ترى مو هالحيل تمام على رأسي أبو علي تحياتي.